بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت شخصا يشرح كتاب التوحيد فقال: كل من قال أنا صوفي فإنه كافر، فهل كلامه صحيح؟ لا، هو صحيح. هو كل من قال أنه صوفي يكون كافر، هو مبتدع، قد يكون مبتدع قد يكون عاصي فقط. الصوفية ما هم على درجة واحدة، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. نعم.